الأخضر كان فيه حكايات ونجوم، في أرض ذئاب الجبل كان فيه مواهب عظيمة وإنجازات محلية وقارية، في المقاولين العرب كان فيه التشييد والبناء وفريق الكورة اللي لف أفريقيا وأصبح من مشاهير القارة السمراء. أجيال عظيمة، أجيال عظيمة مرت على المقاولين، لكن جيل أبطال أفريقيا مش ممكن يتنسي. من بين النجوم دول الكابتن الكبير علاء نبيل، نجم ذئاب الجبل ومنتخب مصر. ما وقفش بس عند إنجازاته مع ناديه، لكنه كمان صعد بالفراعنة الأولمبياد لوس أنجلوس 84. جينا نزور الكابتن الكبير علاء نبيل ونقول له شكرا، شكرا على المسيرة المحترمة، ونرد له جزء من الجميل. النهارده جايين نزور النجم الكبير الكابتن علاء نبيل صاحب الانجازات الكبيره، وهو لاعب وهو مدرب. اهلا كابتن اسامه، ازيك علاء؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ وحشنا كتير. منور منور منور، وقناه الاهلي منوره. اتفضل. ربنا يخليك. اتفضل يا كابتن. اتفضل. احنا النهارده جينا في بيت نجم كبير صاحب مسيره طويله من الانجازات والبطولات، وهو لاعب في الثمانينات حقق بطولة الدوري وبطولة أبطال الكؤوس، وكمان وهو مدرب ما شاء الله ليه إنجازات كبيرة وصاحب بصمات كبيرة. شرفنا النهاردة يكون ضيفنا في برنامج رد الجميل الكابتن الكبير قوي كابتن علاء نبيل. وحشنا كابتن علاء ومنور قناة الأهلي. ده أنت اللي وحشنا، وقناة الأهلي منورة، وبرحب بيكم في البيت كابتن أسامة والطاقم العمل الكبير اللي موجود، و دايما قناه الاهلي كده سباقه في الحاجات الجميله بصراحه، وانت يعني دايما منورنا في قناه الاهلي. الله يخليك يا كابتن اسامه، الله يخليك، منورين. كابتن علاء نبيل ما شاء الله صاحب مسيره طويله، وهو لاعب في الجيل الذهبي مع المقاولين العرب او كمان مع منتخب مصر، وصاحب بصمات كبيره مع كابتن جوهري. لكن عايزين نبتدي بقى الحكايه من الاول. كابتن علاء نبيل وهو لسه ناشئ صغير بيبتدي خطواته الاولى في نادي الشمس، مراحل التدريجيه كأي شاب او اي طفل بيحب الكوره. بدايتنا كان زمان الشارع. الشوارع كانت فاضيه، كنا بنلعب وماتشات، والشارع الفلاني ضد الشارع الفلاني، ويوم الخميس ده نيجي نسيب الكتب وننزل بقى، نبقى متفقين قبلها بماتشات وبتاع. كانت كل فين وفين عربيه تعدي، كل دلوقتي بتمشي في الشارع بجنبك من زحمه العربيات. فدي كانت البدايه. القصه ظريفه كده، كان والدي الله يرحمه كان ضابط في القوات المسلحه، فاحنا على الغدا فبيقول ده عرضوا علينا نادي الشمس يعملوا عضويات لابناء القوات المسلحه يعني. فقلت له يا ريت. ما كانش بقى، كنا بنروح نادي الجلاء بس عشان الضباط تبع القوات المسلحه. فقلت له يا ريت وبتاع والكلام ده، كان ليا اصحاب هناك. اتعملت العضويه واستلمنا الكرنيهات قبل شم النسيم بيوم. بيوم خدت بقى طبعا الكارنيه، كنت فرحان قوي، رحت رايح يوم شم نسيم ايه، رحت نادي الشمس، دخلت بقى مبسوط بقى نفسي بقى، راجل يقول لي فين الكارنيه بتاعك عشان اطلعه. نادي الشمس طبعا الانديه الكبيره والعريقه يعني. بس فالمهم وقفت بقى، كان في ملاعب هناك كتيره في نادي الشمس، فالملاعب بقى متقسمه بناس بتلعب. عندك كام سنه؟ كان عندك كام سنه وقتها؟ انا لعبت 14 سنه 62، كان حوالي انا مواليد 62. كان عندي 14 سنه يعني سنه 76. 76 كان عندي 14 سنه. فواقف، فالمهم بتفرج على ماتش يعني، فواحد كسر تقريبا، فواحد بيقول لي تلعب يا كابتن؟ قلت له العب. تكمل تعالى التقسيمه تعالى. وكابتن بعد زمان كابتن، دلوقتي بقى باشا ونجم واعلامي والالفاظ الواحد بيسمعها دلوقتي. فقلت له العب. فالمهم دخلت لعبت معاهم جون والتاني والتالت، فالناس بقى فوجئوا بالمستوى. المهم لقيت واحد بينادي عليا بره، الكابتن يحيى مدرب اسمراني كده، فبيندهلي بيقول لي انت بتلعب في نادي يعني؟ قلت له لا ما بلعبش. قال انت عضو في النادي؟ قلت له بص حط الكارنيه بتاعي. كارني معايا. فانا عايز اطلع لاي حد بقى اوريه له. بس فقال لي طب ممكن تجيب والدك الصبح وتمضي تلعب معانا؟ قلت له يا ريت. المهم بقى رجعت لقيت بحكي بقى لوالدي على اللي حصل وبتاع والكلام ده، قال لي انت عايز تكمل تلعب كوره؟ قلت له دي برضو من الحاجات اللي فرقت معايا في حياتي. ان انا كان ساعتها اللي يلعب كوره ده بيتحط تحت بند ال ال البايظ، مش عارف، تحت بند البايظ اللي مش هينفع. كان فيه اهتمام كبير بالدراسه وقتها،
ايه اللي ده لازم رقم واحد. ده لازم لما نيجي نكمل بقى في الاسئله لازم اقول لك الفرق اللي حصل في الدنيا يعني من هنا لهنا الفرق الكبير اللي حصل. فلقيت بقى طبعا والدتي ازاي والدراسه وقال لها ده ابني انا جه معايا ورحنا النادي وقعد مع المدرب وابتديت مسيرتي في نادي الشمس. من اول سنه وانا هداف الفرقه وهداف مش هقول يعني كنت بتنافس انا وطاهر ابو زيد على الهدافين. يعني في سنه انا خدتها من طاهر عندي الجورنال لغايه دلوقتي هداف البطوله ليس من الناشئين هداف البطوله ليس من الاهلي ولا الزمالك انا جايب 36 جون وطاهر ابو زيد 31 جون. كنت بلعب 3 ماتشات في اليوم مع كل الفرق وقتها 14 سنه الساعه 10 والساعه 1 15 سنه و17 سنه الساعه 3 وثاني يوم الفريق الاول. كانت من هنا بقى الانطلاقه منتخب القاهره بقى مع كابتن فتحي نصير ومنتخب القاهره لمنتخب الاولمبي لمنتخب مصر الاول بس قبل ما نروح بقى للانطلاقه وحضرتك مسمع بقى في قطاع الناشئين في الشمس الاهلي والزمالك والمصري والمولي. كل الانديه بدات تحط عينيها على كابتن علاء نبيل دي حقيقه وبعدين دخل لنا الزمالك كان عايز يعمل ايه والاهلي يعمل ايه الزمالك والوالد بقى مشورته وقتها الزمالك قعدني في احد الفنادق الكبرى يعني بدون ذكر الاسماء عشان محدش يتصل بيا انا بقى كنت فرحان قوي بقى قاعد بقى في فندق لوحدي وبتاع وكنت اعمل ايه واكلمهم في البيت تعالوا اقعدوا معايا وبعدين النادي الاهلي كان ساعتها كان مدير الكوره كان الكابتن اللي هو سامح مباشر وكان بيجي لي بعربيه الشرطه بالليل زمان كده كبيره يستنى تحت البيت عشان يشوفني يأمن عليك انت الدنيا والنادي المصري كان داخل بقوه النادي المصري خد زميلي هشام صالح بس انا كان وجهه نظر الوالد الله يرحمه ان انا حته الغربه وان انا اسافر ما كانتش متواجده يعني ساعتها ما كانتش الامور واضحه يعني فكنا مستبعدين النادي المصري لهذا السبب فرسل الموقف على الاهلي والزمالك دخل المقاولين بقى بقوه بمره واحده عرف القصه ودخل في الموضوع وكان ليهم اساليب عرض حلوه الاستاد الجديد بيتفتح في جبل الاخضر في جبل الاخضر في مدينه نصر واحنا شركه كبيره وعلاء يخلص الجامعه ويبقى يتعين عندنا عرفت الحاجات دي بقى كده مرات كبيره وقتها مش بس بص اقول لك يا كابتن اسامه مش موضوع اغراءات اللي قدم الموضوع لما الوالد بقى جه قعد معاه القعده النهائيه هي بقى المشهوره بتاعت الوالد قال لي بص انت هتروح النادي الاهلي اولا مشوار نمره اتنين هتروح محمود الخطيب مصطفى عبده وكان طاهر كان ساعتها كبير قوي مع ان كان هو في نفس المرحله السنه بتاعتي وكان ساعتها كان مين تاني يعني هتروح هتحارب انت عايز تروح المكان اللي تلعب فيه ويبقى ليك دي كانت وجهه نظره أكبر. دي كانت وجهه نظر الوالد والزمالك نفس الكلام كان في نجوم كبار وابعد فالمقاولين العرب جنبينا وهيبقى ناس جديد وهتخش في منافسه وتقدر تحط رجلك وتثبت نفسك اقتنعت بصراحه اقتنعت وبالفعل رحت المقاولين العرب مفيش من اول موسم وانا انتقلت منتخب مصر على طول يعني في نادي الشمس في بدايه المشوار بقى تفتكر اول مكافاه خدتها في نادي الشمس كانت كام؟ لا ما كانتش ماديه للاسف يا كابتن اسامه كانت ايه؟ كانت سندوتشات جبنه رومي بعد الماتش يعني يعني مباراه كسبتوها خدت تكسب نقعد الفرقه تتجمع وواحد يروح يجيب من الكافتيريا هناك سندوتشات جبنه رومي كل واحد سندوتشين وخب خلي وتتخيل والله يا كابتن اسامه لا تتخيل المتعه وانت بتاكل سندوتشين واخد بالك تطور الموقف بقى من بعد سندوتشات جمهوري بقى سندوتشات فراخ يا طورت ده انت اترقيته لكن لما الامور بقى مشيت والاسم بدا يكبر كان في رئيس نادي ربنا يرحمه اسمه اللي هو عبد الرؤوف جبريل عمل لي انا وهشام صالح تحت بند الدروس الخصوصيه عمل لي في الشهر تقريبا 20 او 25 جنيه تحت بند الدروس الخصوصيه و كنت باخد دي كانت اول هي مش مكافاه هي بس ايه نوع من انواع النادي يعني النادي عايز يقول لك ايه احنا واقفين جنبك انت مميز فاحنا واقفين واقفين جنبك بس والصفقه تمت من نادي المقاولين العرب لنادي الشمس من نادي الشمس للمقاولين الصفقه كلها 18000 جنيه لكن بس كان مبلغ وقتها 18000 جنيه
وانا فاكر اليوم ده كويس قوي، كان مهندس محمد بن الله الله يرحمه كان رئيس النادي. مين اللي شافك علشان ياخدك بقى للمقاولين العرب؟ كابتن محمد عثمان. وكان متابعني، كان ابو الناشئين في النادي المقاولين العرب، فكنت نادي الشمس كنت مميز قوي. وكان ساعتها محمد مهندس محمد حسين عثمان برضو، كان كابتن محمد لسه متوفي قريب رحمه الله، قال له في نادي الشمس فلان وفلان، هو جه اتفرج عليا واقتنع تماما، وهو بقى اللي كان ورا الموضوع يعني. وتم انتقالي لنادي المقاولين العرب، وجي في يوم الاستغناء الاخيره انا قاعد في مكتب، والمهندس محمد ملاح قاعد في مكتب وبتوع المقاولين في مكتب وبتوع الزمالك النادي الاهلي في مكتب. وبعدين بالتليفون الداخلي بقى اكتب ايه؟ قلت له خلاص المقاولين. بس وابتدينا بقى المسيره المقاولين العرب من هذه اللحظه يعني. رحت المقاولين بقى رايح على جيل برضو عظيم، من يعني دايما البدايات ما تتنسيش، اول تمرينه، اول دخولك النادي، مين اللي استقبلك جوه النادي؟ طبعا دخلت نادي المقاولين، طبعا لقيت نجوم كبار. فكنت فاكر واقع هم بقى فاكرين بقى ان انا جاي من نادي الشمس بقى وباكل بقى ايس كريم وحاجات من دي يعني. جمال سالم فقعد مره واحده يعني، فكنت اتخبطت هنا. فقال لي بص على حط عليها جيلي. قلت له لا حط عليها جيلي. قلت له طيب. فايه عرفت ايه هم ايه فاكرين الفكره وصلوا بيهزروا يعني. من تاني يوم بقى ابتدت بقى ايه تطحن في التمرين. فجاب لك يا جماعه لا 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 ده مش مصر الجديده، ده من بولادة. بس فابتدينا بقى المرحله اللي هي كانت برضه داخل في منافسه جديده، كان مرحمه حمد. تعرف كابتن اسامه لما هقول لك كام راس حربه في الجيل ده كانوا موجودين في السكور؟ حمد نوح ونبيل ابراهيم وعلاء نبيل وعبوده، نجوم كبار، أربعة اسماء كبيره. ده اللي يدخل ويلعب ده يبقى يعني اللي انت بقى يعني النهارده بتحتاج واحد في نادي عشان يقول لك انا عندي راس حربه. بس وكان ناصر محمد علي يرحمه، كان مجدي درويش برضه جه معانا فتره طويله. فدي كانت البدايه. بعدين البدايه بالنسبه لي كانت حلوه. ليه بقى؟ منتخب مصر في نفس الموسم، افريقيا، سافرنا كتير جدا سواء مع النادي او مع المنتخب. موسم 81-82 ده الموسم اللي خدنا المضيئه في تاريخ نادي المقاولين العرب، وايضا كمان مع كابتن علي نبيل، ده على المستوى الدولي وعلى مستوى ابطال كؤوس افريقيا. افريقيا تمام. ومشينا كويس قوي افريقيا، وخدنا بطوله وخدنا دوري عام. ومنتخب مصر كنا ماشيين فيه كويس قوي، كان في اكتر من لاعب في منتخب مصر من المقاولين العرب. طب النهارده المقاولين العرب لما نادي بحجم المقاولين وياخد بطوله بره اهلي وزمالك وبطوله دوري، فده انجاز. ده حقيقه. احكي لنا بقى وقتها انتوا كلاعيبه كجيل. احنا مش عايز اقول لك الجيل ده بقى كابتن اسامه جيل عظيم قوي، بطولات، ومش عايز اقول لك ساعدنا كمان في المرحله دي لما فتح باب الاحتراف. دي كانت بدايه فتح باب الاحتراف في مصر. المقاولين العرب كان مميز جدا جدا يعني، بيجي تتكلم على المميزين في الاحتراف لغايه النهارده هنلاقي برضو ان من افضل الاثنين اللي جم للمقاولين العرب هو كان بيل انطوان حارس المرمى. طبعا. وكان عبد الرزاق كريم من غانا في نص الملعب. الاثنين دول عملوا اضافه غير طبيعيه. احنا كان عندنا حارس عملاق. عملاق. فالفرقه كانت قويه، فرقه قويه. ويمكن هوريك صوره تحت لبيل انطوان وهو واقف معايا، وبنتكلم بقى على المباريات وبتاع، وجبنا سيره الهدف اللي جابه الكابتن محمود الخطيب فيه. وفرحته بان هو جاب جون في المقاولين العرب بالمنظر ده، كان جون جميل فعلا يعني. طب قول لنا التشكيل بقى اللي حقق بطوله الدوري، الجيل بقى، الاسماء، ابرز الاسماء. كان بيل انطوان، علي شحاته، جمال سالم، الدكتور علي شحاته، جمال سالم، نبيل عمار، محمد زمزم عمو، كان هو كان ما بين زمزم وخالد عصمت. نص الملعب كان محمد رضوان وسعيد الشيشيني وعبد الرزاق كريم.
وقدام بقى التشكيله، بس كان الاساسي فعلا كان الله يرحمه الناصر محمد علي. هو اللي كان، كنا بقى بنبدل بقى عبوده ونبيل ابراهيم وعلاء نبيل وحمدي نوح ومجد درويش، دي كانت بيننا احنا الاربعه خمسه يعني. بس ده للجيل اللي هو يعني فعلا لا ينسى. هو النهارده علشان تاخد بطوله وخاصه بطوله الدوري لازم يبقى ليها مقومات. من اهم المقومات بيبقى ليك جمهور كبير طبعا. المقاولين ما عندوش الجماهيريه الكبيره، لا لكن خلص. عنده اداره، عنده نظام، والاهم من ده كله عنده لعيبه كبيره، عنده لعيبه كويسه. عنده كان دايما عصام عباس ربنا يديله الصحه يقول لك ايه، احنا مش بتوع كوره، احنا محترفين اداره. ودي حقيقه يعني. هم عملوا شغل جامد جدا في الاداره وعرفوا المشروع نجح يعني. هو المشروع بدايه المقاولين العرب يعني. هو مره اقول لك انا يعني ساعتها كنت فاكر مقوله واحنا قاعدين، بروح ادفع في الاعلان الفلاني في الثانيه بدفع كذا. طب ما انا لما اعمل الاستاد واعمل فرقه ويلعبوا ماتشات هذا موجود كل يوم، هيتقاس من المقاولين العرب كم مره؟ صح مظبوط تمام. شوف العقليه واداره عاليه. شوف العقليه بس. فابتدى بقى تكوين المقاولين العرب وتعملت فرقه قويه جدا. وكنت فاكر كويس قوي بقى فرصه بقى النادي الاهلي. النادي الاهلي وصلنا معاه المباراه قبل النهائي. احنا الاثنين وصلنا قبل النهائي وهنلعب بعض. فاحنا قلنا هنلعب في الاسماعيليه على اساس جمهور الاسماعيلي ولاد عمه، وهنلعب وجمهور تبعك. وده الماتش الاولاني كان للاهلي. والماتش الثاني بتاع المقاولين. فجي الامن قال لك ايه، لا ما ينفعش يلعب في الاسماعيليه، هنلعب الماتشين في استاد القاهره عشان امن وبتاع. بس فلعبنا الماتش الاولاني واخد بالك، كان 0-0. والماتش الثاني اللي هو بتاعنا يعتبر على ارضنا اللي احنا لعبناه في استاد القاهره وسط 100,000 من النادي الاهلي، والنادي الاهلي تعادل معانا 1-1. نتيجه الماتشين عشان المباراه عشان الهدف يبقى على هدفين. فده اتاهلوا بيه. فوريك بس يعني اللي تروحوا يعني. متعدي بيلعبها بالعرض محمود الخطيب، كوره حلوه الحمدي يطلع شبيب يا جماعه، ناصر محمد علي يحط الجول الاولاني للمقاولين المخطوفه.